يا شابات، سلام عليكم. عملت فيديو هسه قبل دقيقة وقطع براو، فما عارفة الحاصل شنو. كده زيكم، أنا بستنى شوية أشوف الموجود منو. سلامات سلامات. لو في زول معانا يقول عك. هنا سلامات، سامعيني كويس؟ ازيكم كلكم اول حاجة، وكل سنة وانتم طيبين. مقدما 2018، ازيك يا ستي؟ كيفك؟ بديت الفيديو قبيل وقام قطع فجأة، فما عارفة الحصل شنو. إن شاء الله القصة دي ما تقطع تاني، وأنا ذاتي مشتاقة لكم كلكم، وبحتذر والله بشدة، ما لأنه الحاجات التانية أهم، لكن الفترة اللي فاتت دي كان عندنا جوطة كثيرة هنا في البلد دي مع الانتخابات، وراجلنا المجنون ترامب ده عامل لنا كلنا خوطة ويغير في القوانين وكده. فالمهم الفكره اللي فاتت دي انا كنت مزنوقه زنقه شديده خالص خالص، فبحتذر من هنا لحد ما طردوا عن الانقطاع الما بيدي الفكره اللي فاتت دي. اول حاجه كل سنه وانتم طيبين، وهابي نيو يير يا هنا، وهابي نيو يير لكم كلكم. الان يا سلام، سلمي على ايمان يا اخي، كثير السلام ومرحب بك. المهم انا الليله عشان نرجع، زول رجع تاني للمحل ما وقفنا، وفي اسئله كثيره ما كان يتجاوب عليها، واوبن لكل المقترحات بتاعتكم، المواضيع الطابق او اي موضوع كان اتناقشنا عنه المره اللي فاتت وحاسين انه محتاجين نتكلم فيه تاني، قولوا لي عك. أهم حاجة إنه 2018 خلاص قربت تنتهي، ونحن داخلين على سنة جديدة، فأهم شيء إننا نقعد نعمل ريفليكشن كلنا كده، نقوم كل زول يشوف الحاجات البلانز اللي كان خدتها، الخطط اللي خدتها السنة اللي فاتت، والما نجح فيها وما نجحت ليه، ما تكون بالنسبة لنا هي حاجة محبطة إنه نحن ما قدرنا ننجز الحاجات اللي كنا خاتنها، لكن تكون بداية جديدة لسنة 2019. الأسبوع الجاي حاجة عجيبة، لكن المهم الأسبوع الجاي الناس هتبدأ سنة جديدة، فأتمنى إننا كلنا نبدأها مع بعض، ونحاول نرفع بعض كشابات. تخيل لي الفكرة اللي فاتت دي كلنا اتفقنا إنه في بيقولوا شنو، مش بس المرأة عدوة المرأة، لكن نحن قاعدين نكسر، كثيرين مننا بكسروا في مجاذب بعض، فأتمنى إنه السنة الجاية دي 2019 تكون سنة نرفع فيها بعضنا ونساعد بقدر الممكن. المساعدة دي ما بالضروري تكون بنورك يا سامرين، المساعدة دي ما بالضروري تكون مادية، لكن على الأقل لما نكون بنشوف في حاجات بعض، وبنشوف الزول اللي بيعمل في حاجة كويسة نشجعه، والزول اللي بيعمل في حاجة كعبة نديه راي بطريقة كويسة. المرة اللي فاتت وقفنا في الحتة بتاعت احترام الراي، زواج الغاصرات، الفرق بين الاحتداء والزنا، القوانين الرادعة للمتحرشين دي، أنا بس بعمل لكم في هايلايت أو خطوط عريضة عشان نرجع الحتة اللي وقفنا منها وما واصلنا فيها. الحاجة الثانية الانتشار بتاع المخدرات والدعارة تحديدا في السودان، الربط أو العلاقة بين التدهور الاقتصادي والتدهور الأخلاقي، والسودان مثال بالنسبة للكلام اللي بنقول فيه ودي. أول حاجة الحاصل في السودان هسا، أتمنى إنه الناس يعني الموجودة هناك تكون سيف، تكون هي آمنة، وطبعا ده أمنية أنا عارفة ممكن تكون صعبة، لكن المهم بنتمنى بس كل اللي بنقدر نقوله.
تاني حاجة اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، الطريقة بتاعت اللبس، والفرق بين الحرية الشخصية والتعدي على الحرية الشخصية والتحرش، التركيز على التربية من الصغر، احترام الآخر، وكيف نزيل الفهم ده. أناهيد أهلا بك يا ستي، معليش في بداية الفيديو ده أنا احتزرت لكل الناس هسه ممكن يكونوا جو ما حضروا. عندنا جوطة كثيرة في البلد هنا، المجنون بتاعنا ديك العدة مستر ترامب ده عامل لنا كان جوطة كثيرة شديد، فأنا كنت ملخومة خالص الفترة الفاتت. المهم احتزر، واتمنى انه من هنا واللي جاي نمشي محل ما وقفنا، واتمنى انه لو في اي واحده عندها مقترح بتاع حاجه نتكلم فيها ونتناقش. وزي ما قلت لكم كل مره، يعني ما فينا واحد عنده خبره، ممكن الخبره اللي اكتسبناها دي اكتسبناها بشغلنا، يا وظيفه يا قرايه، ولا خبره حياتيه، فما عيب انه الواحد يشارك. ولو الرأي بتاعي ده ما عجب زول فيكم، فنتناقش في الحتة دي ذاتها بالنفس البارد. يعني الظاهرة الهسة كترت، أتخيل لي هسة الوضع الحاصل في السودان والتدهور الاقتصادي، بنسمع كلنا حاجات كثيرة حاصلة عن شابات وشباب في سن صغيرة جدا جدا، يتعرضوا لكمية بتاعت مخدرات. المخدرات دي ما بالضروري تكون بس الحاجات المعروفة بالنسبة لنا نحن، البنجو ولا الهيروين ولا الحاجات دي، في حبوب بقت تدخل أو كانت بتدخل بكميات الحكومة ذاتها هي مساعدة فيها، والناس اللي بيكسبوا منها الحاجة دي بتخلي الواحد ممكن يكون ما عارف بيعمل في شنو، وممكن يتعرض لاحتداء يحصل له، أو هو ذاته يحتدي على زول. يعني زي القضية اللي كانت هسه قريب، ما عارفها بالضبط بتين، لكن الشاب اللي احتدى أو اغتصب حبوبته. يعني دي حاجات جديدة كلها نحن ما كنا بنسمع بيها وجودها. وزي ما بقول كل مرة، أهلا يا أمال، مروة، بنوركم يا حبيبات، وسعيدة إني أرجع لكم تاني. فزي ما بنقول كل مرة إنه يا أخواننا التدهور ده ما بيجي من ساي، يعني بيكون في أسباب. نحن كأسر ونحن كمجتمع عندنا دور إنه نعرف الأسباب شنو. المرة اللي فاتت محل ما وقفنا كان في ناس كثيرين جدا جدا عندهم رأي، أنا بالنسبة لي كان محبط خالص خالص، لكن برضو الواحد متعود عليه. يعني في كم شابة كانوا بيفتكروا إنه طريقة اللبس بتاعت الوحدة أو الواحد هي سبب في إنه الناس تحتدي عليه، حتى لو اغتصبوه it's okay لأنه هو لبس كده. فالحتة دي أنا حقيقي وقفتني كثير شديد، إنه نحن كنساء مع بعض وكناس المفروض نكون هسه وصلنا لمرحلة بتاعت من الوعي، لأنه يا أخي ما في حاجة أنت سلكتيها، لا في طريقة لبس ولا طريقة كلام ولا حتى طريقة سلوك أنت سلكتيها بتدي زول تاني الحق في أنه يحتدي عليك. زي ما كثيرين بيفتكروا أنه اللبس هو البوابة اللي بتخلي الراجل ده أو يزول برا في الشارع إنه يتحرش بيكي. المرة اللي فاتت آخر مرة تكلمنا عنها إنه في ناس ممكن يكون لابسين لبس أزهار بينورك يا ستي، إنه في ناس ممكن يكونوا منقبين وبتعرضوا لنفس التحرش. المسألة هسه حاليا ما بقت مسألة بتاعت لبس، المخدرات الموجودة هسه في السودان معمولة، يعني ما دخلت ساي. عندنا الحاجة دي هنا مثلا في أمريكا كمية كبيرة ومقصودة مستهدفين بها قطاع محدد اللي هم السود والسود الفغرة، هم بتتوفر لهم. يعني في البداية بيجي زول بيديك الحبوب دي ومبشي من القروش لحد ما انت تجيت هوكت، لحد ما انت تبقى زول مدمن أو تصل لمرحلة بتاعت انك ما بتقدر تقعد من غير الحبوب دي، فممكن تعمل اي حاجه. يلا في الحته دي بيقوموا بيستغلون في انه ممكن يشغلوهم وظائف ما في زول بيقبلها او بيعملها منه. ممكن واحد فيهم
يلجأ لأنه يسلك سلوك يخلي زول تاني يغتصبه، أو هو مش يغتصب زول تاني أو يحتدي على زول، لأنه ممكن يكون الحبوب طيرت له في راسه ده، يعني بيزكلي وصلته مرحلة من اللاوعي، لأنه ممكن يتصرف أي تصرف تاني. الحاجة دي يا إخواننا ما ساي، يعني هسه الذكري ليها ما ساي، لأنها هي حاجة مدروسة في الدول البرة دي. للأسف الدول الرأسمالية اللي احنا قاعدين فيها دي، الحاجة دي موجودة كسلاح بيحاربوا به، يعني مثلا الحكومة بتعمل به كنترول وبتتحكم به على المواطنين بتاعينها، لأنهم بيكونوا مسطولين واضح كده اليوم كله. الواحد فيهم ما عنده مقدرة انه يمشي ويقف ضد الحكومة دي او يقوم يعمل له حاجة مفيدة لروحه ولا للآخرين. الحاجة دي دورنا نحن شنو كأمهات وأبهات ومجتمع، إنه لما تشوف الحاجة الحاصلة لزول طفل ولا زول يانج قدام عينك، ما تتعامل معاه على سنه دي بتقلل أدب ولا دوت قليل أدب. أعرفوا إنه الزول ده هو عمل الحاجة دي ليه، يعني أي زول بتاع سايكولوجي ممكن يجي يوريكم إنه ما في زول بيسلك له سلوك ساي. حتى الناس المحتدين، حتى كلاب الأمن اللي قاعدين يضربوا في المواطنين ديل عندهم مشاكل هم ذاتهم نفسية، مشاكل في التربية خلتهم انهم يحسوا بغبن وضيق على المجتمع وعلى اي زول ماشي، لدرجه انهم يحتدوا على الاخرين. انا ما اعتقد انه في زول سليم وطبيعي وبني ادم كده عنده انسانيه ممكن يسلك له سلوك وحشي لدرجه انه يغتصب له طفله او زوله حتى لو كبيره، او يضرب له مواطن برصاص زي اللي كان بيحصل في المظاهرات ولا غيره. لكن دول كلهم ناس عندهم مشاكل، المشاكل دي يلا دورنا شنو نحن كأمهات تحديدا. في كم زول كان رسلوا لي في الخاص انه ما عارفين يعملوا شنو، لانه اطفالهم بيجوا يسلكوا سلوك بالنسبه لهم هم يعني ما مقبول دينيا او ما مقبول اخلاقيا. في السن تحت المراهقه ممكن الطفل او الطفله ما يستجيب ليك لو انت من البدايه ما بديت معاه بفيرم وبديت معاه بانه تتكلم معاه وتكسبه كزول صديق وتقربه ليك انت. فاكثر زول ممكن يلاحظ التغييرات اللي بتحصل للاطفال او التينيجرز او الشباب هناك امهاتهم ابهاتهم او اصدقائهم اللي حولهم. لما تلاحظ انه طفلك ده ماشي ليه، او الشاب ده حتى لو اختك في سن كبيرة أو أخوك ماشي لهم مع ناس ممكن يكونوا هم بالنسبة لك ما مقبولين، الانستينكس دي أو الإحساس اللي بيجيك في اللحظة ده أعملي بيه، أمشي وشوفي الحاصل شنو. لأنه أسف في كمية الكميات مؤلمة جدا جدا، الإحصائيات اللي هسه بنقراها حقيقي مؤلمة، لأنه كمية الشباب اللي بيجوا هسه منتهين تماما منتهين، دي أنا بقصد يعني ما عندهم فاكشنز، ما قادرين يعملوا حاجة لروحهم ولا لأسرهم، أو بيضطروا إنه يبيعوا جسدهم عشان ما يأكلوا ويشربوا أسرتهم دي، أو عشان ما هم ذاتهم يعيشوا. يلا نحن دورنا شنو؟ دورنا إنه الواحد فينا لما يشوف حاجة زي دي يلاحظ ليها، لازم يعمل خطوة، يعمل حاجة عشان يثبتها. تثبتها دي كيف؟ ممكن يكون في لحظة زول قوي يضاربك يعمل لك أي مشكلة، فأنت شوف زول معاك باك أب. لو انت ام شوفي ابو، لو ما في ابو انفولف في معاكي في التربيه شوفي اخوك عمك خالتك زول تاني ممكن يكون عنده انفلونس او عنده تاثير على الشاب دي او الشابه دي، عشان ما تقدروا تلحقوهم. والمساله دي هي ما صعبه، يعني محلات الرهاب دي موجوده في السودان، انا ما عارفه الكميه قدر شنو، لكن يعني في البيت ممكن تمسكوه وتعملوا معاه المسألة تحت الرهاب دي. التدهور أو الحبوب دي مثلا، التغييب بتاع الوعي والكمية تحت الشراب السكر الواحد دي، يعني في كمية بيشربوا بنجو، الإحصائيات هسه بتاعت اللي بيشربوا البنجو واللي بيشربوا العرقي والسكر، اللي بيشربوا المخدرات بياخدوا المخدرات أو اللي بيبلعوا الحبوب اللي بتعمل الهلوسة دي، الكمية كبيرة جدا جدا ومؤلمة، يعني لدرجة ما طبيعية. لأنه الزول اللي بتشوفوه والفيديوهات اللي قاعد تحوم في الواتساب دي، ده ممكن يكون طفلك أنت، ممكن أخوك، ممكن يكون أختك. يبقى يعني دورنا نحن كناس واعين شنو عشان ما نوقف الحاجة.
الألم ما بتخلي التغيير يحصل لما يكون زول بعين للي شابة مرة بمرحلة حرجة زي دي، أو شاب ويقول يا أخي ده زول، المهم أي لفظ تنبذه أو تخط اللي بيحصل له ده على أساس إنه هو نتيجة بيستحقها لأنه هو بيمارس في حاجة بالنسبة لك أنت ما مقبولة. طيب، الهان قالت المستوى الأخلاقي في السودان بقى شيء مؤسف حتى على مستوى البنات المتعلمات، الألفاظ بين الشباب بيحكس مستوى الأخلاق. الحاجات دي يا الهان ما مفصولة من بعض، التدهور الاقتصادي معروف تاريخيا إنه بيؤدي لتدهور أخلاقي، فالوطني في السودان الحاصل دي نتيجة لناس ما لاقية تاكل وما لاقية تشرب، عشان ما نبقى زي النعامة بنغطي راسنا وبنخلي حاجاتنا برا طالعة. الحاصل في السودان ده من تدهور اقتصادي، الناس ما قادرة تاكل وتشرب. للأسف أنا بسمع قصص عن شباب وأبهات عارفين إنه بناتهم دول بيطلعوا بيمارسوا دعارة عادية كده عشان يجيبوا لهم أكل وشراب، والواحد ممكن يكون حاسس بانكسار. وأنا ما قادرة بجد أخذ نفسي في مكان الشابة دي أو الأم أو الأخو أو الأخ الأبو اللي بيكون عارف إنه قفته تحت الملاح دي جات بسبب إنه بنته دي مشت ومارست، خلت زول يحتدي عليها، وغير إنها حاجة دينيا ما مقبولة ولا أخلاقيا ما مقبولة، إنه كونه زول يحتدي يعني تستبيع جسمك ده عشان ما تأكل أخوانك وأسرتك. يا اخواننا دي بجد يعني ما لانه البدي بيت ما كويسه، ولا الاولاد اللي بنسمع بيهم انهم بيجوا كلهم ما كويسين ديلا. في احصائيه بتاعت بيمسكون بالمسدسات، الناس حايمين في الشارع ممكن يكونوا ناس ما عندهم علاقه بحكومه ولا غيره، لكن بيجي بجهه انه هو زول عنده مكان في الحكومه وبيمسكوا الشباب ديلا وبيختصبوهم اولاد على بنات بالجن بوينت. يعني دي الإحصائيات اللي هسه موجودة في السودان. فالتدهور الاقتصادي بيؤدي لتدهور أخلاقي. الناس اللي بتشوف الحاصل ده وبتتعامل معاه على أساس إنه ما قضية أو ما مشكلة، هي دي مشكلة ذاتها. الحكومة نحن وصلنا لمرحلة إنه أصلاً هم ما هيعملوا حاجة لأنه المخدرات داخلة عن طريقهم. يلا المنظمات أو الجهات الموجودة هناك الهسة بتحارب في الحاجة دي، دورهم شنو؟ لو ممكن نعمل إحصائية، يعني ما عندي أنا هسة أسامي بتاع الجهات أو منظمات ممكن تساعد. لو عرفنا المشكلة دي هل ممكن نحاربها بكيف؟ يعني دي واحدة من الحاجات اللي احنا مفروض نفكر فيها مع الناس اللي قاعدين في السودان ونساعدهم. أنا بفتكر الناس اللي برا وقلتها كتير، نحنا ما قاعدين هناك ويدنا في الموية الباردة ما في الموية الحارة، فكل اللي بنقدر نعمله إنه ممكن نوصل الحاجات دي لمنظمات، ممكن نساعد براي، نساعد بقدرتنا اللي بنقدر نعملها. فعشان نعمل الحاجة دي لازم نعرف حلول دي المشكلة كده حلها شنو. طيب، مواهب قالت المخدرات في السودان دخلت بكميات كبيرة عشان يلغوا الشباب وما ينظروا للمستقبل. حقيقة يا ستي، وزي ما قلت قبل، هي دي سياسة. الكلام ده بالمناسبة ما معقول ساي. يعني الحاجة دي سياسة مجربة في كل الدول، دول العالم الأول تحديدا. الحاجات دي موجودة هنا عندنا بالهوم، مثلا هنا في أمريكا ما ناس كتار عندهم دور في المشاكل اللي بتحصل، ناس بسيطين اللي بيطلعوا بمظاهرات مثلا هنا، بيطلعوا رالي ولا بيمشوا بيساهموا في عشان ما يغيروا الوضع الحاصل ده والقوانين. ليه؟ لأنه الباقيين كلهم لاهنهم بالتلفزيونات والمسلسلات ولاهنهم بحياتهم هم اليومية، طريقة الشغل وأكل العيش. الحاجة الثانية المخدرات وتوفرها. الحاجة دي الكميات الكثيرة دخلت في السودان لواردي وكونتينرات، دي كلها عشان الهبه الناس. الحاجه الثانيه زي ما هسه مثلا الناس هايجه، الفيديو طلع بتاع الزول اللي بيهدد ده، دي وسيله الناس تنتبه لانه الناس دي بينزلوا حاجات، بينزلوا فيديوهات، بينزلوا مخدرات، بينزلوا لهم فيديو بتاع شابه عملت في اوقات حرجه جدا جدا. ليه؟ عشان ما الناس
تتلهي عن الحاجات اللي هي بتعمل فيها، عشان ما الناس تسكت من مسألة البنزين الحاصل، القروش، العيش، الجوط الحاصلة في السودان هسه، بلهوهم بيها بالحاجات الهايفة. يلا نحن كناس واعين، الحل العملي عشان ما نبقى نتكلم وبننظر ساي، الحل العملي شنو؟ أول حاجة التوعية، النقة الكثيرة أو النظم الكثير، في إنه يا أخي أول حاجة المخدرات دي الحاسة حاصلة للشباب، يا إخواننا دي ما غلطة من الشباب، الشباب دي الناس لسه عقلهم يا دوبهم بتبني، وأنا ما بطلعهم برا من المسؤولية تماما، لكن بخط المجتمع وبخطنا نحن وبخط الحكومة والجهات القانونية هي الأساس في المشكلة دي. توفر المخدرات دي بصورة بجنيه موجودة أو بحاجة رمزية جدا جدا، توفرها بالكمية الكبيرة دي هي اللي أتاحت للشباب دي إنه نوصل لمرحلة زي دي. الحاجة الثانية الفراغ، عدم الواحد فيه ما شايف المستقبل فيه شنو، يعني معظم الناس هسه أنت بتتكلم معاهم الشباب اللي في السودان الموجودين هسه حاليا كلامهم كله إنه مستقبلي مظلم، يعني أنا زول عمري كم 20 سنة حاعمل شنو؟ ما لاقي لي شغل، اتخرجت من الجامعة ما في شغل، ما عارف أعمل شنو، ما قادر آكل، ما قادر أعيش نفسي، الشباب بنفس المستوى والشابات ما قادر أطور نفسي، ما قادر أكون نفسي، ما قادر يكون عندي حياة وبيت ومستقبل. فلما يكون المستقبل مظلم، الديبريشن أو الحالة بتاعت الدبرة السدية دي ما حاجة يا أخواننا سعيد بتحصل، وحاجة مرض بيحصل للزول يعني، فلازم ننتبه لها لأنها ممكن تودي ليه الواحد ما يهمه بعد ذاك اللي بيحصل شنو لجسمه واللي بيحصل شنو إنه ياخد كمية بتاعت مخدرات ولا يحتدوا عليه ولا يختصبوه. الكلام ده كله أجابه شنو؟ أجابته نظرتنا نحنا لأنه طريقة حياتك ونظرة المجتمع للشابات والشباب. يا أخي نحن كبار، أنا 41 سنة ما زولة صغيرة، ما بقدر أخذ نفسي في مكان شاب عمره 20 سنة، لأنه الزمن اللي أنا عشت فيه العشرينات دي كان زمن مختلف تماما. فيبقى أول حاجة نحن مفروض نعملها إنه ما نطالب الشباب ديل بإنهم يسلكوا نفس السلوك اللي سلكناه نحن في العشرين أول حنسلكه هسه في عمرنا ده، لأنه أنت هسه زولة واعية وصلت لمرحلة بتجاربك في الحياة، لأنه يا أخي السلوك ده الدرب ده بوديك للحتة دي. أنا ما هعمل مخدرات عشان المخدرات حتوديني للحاجة دي، لكن خدتوا نفسكم في مكان الشاب أو الشابة في عمر العشرين سنة اللي هم ما عندهم أي أمل لأنه نصلوا لحاجة. ده الشابات الحسة بيمشوا بيبيعوا جسدهم، احنا ما يعني الناس ما تعاين لهم بنظره بتاعت انهم ديل بنات دائرات، نعاين لانه المشكله تدهور الاقتصادي اوصلهم للحته دي، ونحن ممكن نعمل شنو عشان نطلعهم من الحاجه دي. كويس، في حاجات كثيره، الفراغ بيؤدي لانه الواحد يتجه لمخدرات، يتجه لانه يسكر ولا يعمل اي حاجه تلهيه وما تخليه يكون شايف الواقع ده. لما تبدا المساله تحصل سياسه الالهاء دي يس، لكن لما تبدا المساله تحصل بعدك ثاني ما تكون عندك، ممكن يكون ما عندك ليميت، وما لانه اي واحده عملت الحاجه دي او اي واحد عمل الحاجه دي رغبته فيها، اضطروا للحاجه دي، اضطروا لانه يسلكوا السلوك ده. انا ما بقول انه هو اوكي نحن اكسبتنج المساله دي او احنا معاها تمام، لكن دورنا شنو عشان ما نغيرها. طيب، وصال قالت لكن برضو وين دور الأسرة في التربية بالنسبة للبنات اللي بيشتغلوا عشان لقمة العيش؟ طيب يا وصال، انتوا كلكم هسا مختنعين معاي انه الحاجة دي هي حاصلة في السودان، في بنات كتار قاعدين يشتغلوا عشان لقمة العيش. طيب دور الأسرة، دور الأسرة شنو؟ الأسرة دي زي ما قلت لك قبل، أنا ما حقدر أخط نفسي في مكان الأم والأبو اللي عارفين إنه هم أكلهم وشرابهم جا الليلة جا بشنو؟ جا بسبب يا وصال قلت عشان، لكن برضو إحنا ما نقعد نقول الظرف الاقتصادي. طيب إذا ما الظرف الاقتصادي، الظرف شنو؟ يعني هل بتفتكري إنه في شابة أو شاب مشوا بيشتغلوا دعارة عشان ما يوفروا لقمة العيش لأهلهم؟ دي كان ممكن تحصل إذا ما كان في
وضع اقتصادي صعب، الشباب ما لاقين شغل، الأبهات ما لاقين شغل، بقى ما عندهم حل، يعملوا شنو؟ إذا كان الوضع الاقتصادي كويس وهم عملوا الحاجة دي، بيبقى بعد ذلك ده كلام تاني، ده خيار، ده خيار، وكلامنا فيه بيكون كلام مختلف. الوضع اللي هسه حاصل في السودان حاصل بسبب التدهور الاقتصادي، مش بس التدهور الاقتصادي، التدهور الاقتصادي والسياسة بتاعت الإلهاء. الإلهاء، الشباب دول كلهم بالحبوب اللي بتدخل دي أو المخدرات اللي قاعدين يستخدموها دي، هي بتوصلك لمرحلة إنك ما بتكوني عارفة اللي حصل لك شنو. يعني ممكن الواحد يمشي ويغتصبوه وهو ما يكون عارف اللي حصل عليه، وده حصل بيه شنو. عايز اسمع كلامك يا وصال، وعايز اعرف رايك شنو. قلتي ونعل بيشتغلوا عشان لقمة العيش، ونعلق في الظرف الاقتصادي برضو يا هاجر، بقى في خلل في التربية، الاهل بيبقوا مركزين على عيشة وفي النهاية يلقى نفسه اكل وشرب وما مربي. طيب يلا، دي برضك بتجي لحتة بتاعت انه الناس مركزة في الاكل والشراب. ليه؟ المجتمعات، يعني مثلا المجتمعات المتطورة اللي فيها علاج وصحة متوفرات، فيها أكل وشراب، فيها مثلا نظام. أقول لك مثلا هنا في أمريكا تحديدا هم بيلهوا الناس يس، لكن أنت لو دايرة تركزي بتركزي، لأنه في نظام اسمه الويلفير. الويلفير أو يعني خدمة زي خدمة إنسانية بتتقدم، أنت لو دخلك ضعيف ما قادرة تأكلي أولادك وتشربيهم، بيوفروا ليكي أكل، بيوفروا ليكي شراب، في محلات اسمها فود بانك أو بنوك بتاعت غذاء تغذية مفتوحة، دي لا بيسألوك، بتمشي بتشيلي فطورك بغداكي عشاكي، مفتوحة. جهات كنسية أو جهات خيرية، منظمات خيرية قاعدة توفر أكل. الحاجات دي هنا ما موجودة. هنا الزول لو جاع، وده ما بيعني إنه ما في ناس مشردين وما في ناس جعانين يس في، لكن ديل لانهم ما عارفين، عندهم مشاكل نفسيه او هم ما واعين بحوجتهم دي. لكن الحاجات دي موجوده في كل مكان في الدوله. هنا مثلا لو الاكل والشراب كانوا متوفرين بصوره كويسه في السودان، ما اعتقد انه في شاب او شابه. انا ما بقول لك انه ده معناها انه ما في ناس حيمارسوا دعاره، لا، بس عشان دي بالنسبه لهم حاجه كويسه او حاجه هم شايفينها اوكي، لا، ده بيبقى كلام كذب ساري. لكن ما بالنسبه لهسه نحن شايفينها موجوده في الشارع، ولا بالنسبه حتصليها لقدام طالما الوضع بقى مدهور للدرجه دي. عارفه هسه في كميه بتاعت ناس ممكن يمشوا، ودي برضو انا سمعتها، ما عارفه كميه الصحه او مدى الصحه بتاعها شنو، حتى عشان الاكل والشراب الابتزاز البسيط دي، يلا دي كلها حاجات يعني الناس وصلت ليها بالوضع الحاصل هسه اقتصاديا. معاكي التربيه وعدم التربيه، او يا هو مش التربيه، عدم التربيه السليمه ممكن يؤدي ويوصل الناس لانه ممكن يكون ده خيار. انا بالنسبه لي هاجر دي ممكن اموت من الجوع قبل ما الجا لحاجه زي دي، لكن لو وصلت لمرحله اولادي انا ما عارفه ممكن اعمل شنو. مش يعني هسه ممكن احنا ننظر لانه احنا شبعانين ورويانين وما عندنا مشكله، لكن لو وصلنا لمرحله لانه يا اخي اطفالك ده بيموت قدامك، ممكن تعمليه شنو؟ ده ما بتقدر تحدديه لحد ما تصلي انت للحته الحوجه دي. فاتمنى انه ما في زول يصليها، لكن اتمنى اننا ننتبه ليها. بس هسه فتح المواضيع دي كلها عشان تنبه الناس، لانه يا اخي حاولوا عاينوا بنظره ثانيه للمشاكل الحاصله. يعني لما انت تشوف زول بيسلك سلوك زي ده ما بيعني انه هو طالع للتيب والترعب ودي حاجه هو مستمتع بيها وعايز يعملها، لا، ممكن يكون عنده اسباب دفعته يلجأ للحاجه دي. طيب نزيح من الحته بتاعت الاقتصاد لحد ما وصال ترد لي توريني رايه شنو، نجي للحته بتاعت التربيه. يلا، الاثر، التركيز على التربيه من الصقر. الشباب ديلا القايمين هسه صغار ديلا، نحن نركز معاهم مما هم صغار ونغرس فيهم القيم والاخلاق اللي احنا عايزين المجتمع يمشي عليها. كيف نزيل الفهم الحاصل ده؟ كيف
نزيح الحاجة دي من رؤوس الناس عشان ما يجي زول يقوم يقول يا أخي الدعارة دي انتشرت ما بأسباب، انتشرت لأنه الناس بقت تحضر أفلام، وبقت تحضر الأفلام دي موجودة من زمان بالمناسبة. يس، ممكن هسه الناس اتفتحت للإنترنت والمجتمع، المجتمع الخارجي أكتر، لكن الحاجات دي من زمان كانت موجودة. الحاجة الثانية اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت قبل ما نجيف، الزواج بتاع الغاصرات. يلا لما يكون عندك انت شابة صغيرة في عمرها احتديتي عليها وزوجتوها، هي ذاتها محتاجة لزول يربيها، تقوم تحطيها في موقف او مكان بتاع انها هي ام هسه ومن المفترض تبدأ تربي، كيف المسألة دي حتتم؟ ده سؤال برضه نحن مفروض نفكر فيه. القوانين الرادعة، المرة اللي فاتت تكلمنا عن القوانين الرادعة، هل عندنا نحن قوانين هسه بتوقف وبتردع أي متحرش أو أي معتدي أو أي مثلا هسه المخدرات كمثال الموجودة دي، القوانين شنو الموجودة هسه في السودان حاليا اللي ممكن تحمي الشباب من انهم يلجؤوا للحاجه دي؟ طيب امنه قالت شده الناس الواحد همه يوفر عيش اولاده بيحس انه انجز. حقيقه يا امنه، دي المشكله الاساسيه، انه انا زي ما قلت لك هسه لو اتخطيت في موقف انا معاي انا ممكن اجوع، لكن لو اتخطيت في موقف بناتي دي انا ممكن اقتل زول عشانه. وحقيقه دي انا عارفه، لو في زول غلط ولا عمل حاجه يلا لو جاع وصلت لمرحله انه انا ما عندي اي امل هعمل شنو؟ والله انا ما عارفه، عشان ما اكذب عليكم واقول انه يا اخي الناس اللي بيسلكوا السلوك ديلا هم اختاروه، حقيقي الا لما تتخطى انت في الموقف ده. لما تتخطى في الموقف ده بتضطر، الضرورات تبيح المحظورات. وهسه انا ما بقول الكلام ده عشان انه الناس اتس اوكي انه نحن نعمل حاجات محظوره، لكن بس عشان نحن فهمنا يا اخواننا، لما نفهم المشكله شنو بتخلينا نحن نكون حساسين تجاه الاخرين وقادرين نشوف ليه خد نفسنا في مكانهم وقادرين نشوف ليه هم سلكوا السلوك ده ونحن بنقدر نعمل شنو عشان ما نساعدهم. علي شكرا لك يا ستي، تسلمي يا حبيبة. والفكرة فيها ما فيها تلوين، ولا لأنه يعني أنا بفهم أكثر من الباقي الناس، لكن تجربتنا في الدنيا أنا أكبر، أنا ما أعرف أعمار الناس الموجودة هنا شنو، لكن أنا كبيرة جدا جدا في الـ40 هسا الشهر ده شهري واحد ده السنة الجديدة دي أنا بتم 42 سنة، و42 سنة صعبات جدا جدا، يعني ما كانوا سهلات ولا مروا كده بسلام ولطيفات خالص خالص، فمريت بحاجات كثيرة. عشان كده لما نشوف مشكلة بحاول أقوم أشوف ليه حصلت وشنو ممكن نعمله عشان ما نحل به الحاجة دي. طيب علي قالت انا شايفه الوضع الاقتصادي هو السبب في اغلب المشاكل حقيقه، ودي مثبته تاريخيا، التدهور الاقتصادي بيؤدي لتدهور اخلاقي. يا علي في بدايه الفيديو تكلمنا عن الحاجه دي كثير. ازهار قالت الجمره بتحرق الواطيها، حقيقه لو الواحد ما تخطى في موقف زي ده ما بيقدر يعرف الحاصل شنو. يلا يا شباب عشان نبقى ناس عمليين خالص 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 نشوف الحلول شنو. الحلول شنو؟ أول حاجة لكلامنا اللي قلناه الأسبوع اللي فات، الفرق إنه كيف نحن نغير الفكرة بتاعت الفهم بتاع الناس إنه الزنا والاعتداء هما حاجة واحدة. الآخر فيديو أنا عملته وصلنا فيه لإنه يا إخواننا في فرق كبير، عندك رأي وعندنا رأي في الممارسة بتاعت الجنس برا الزواج والعلاقات الموجودة اللي هي بتسمى زنا. ده فرق بينه وبين ده باختيارك انت وباختيار الطرفين عشان يعملوه، او الدعارة او اي تسمية الناس مسمياها للحاجة دي. ممكن زول اختار بسبب تدهور اقتصادي وبالحاصل هسه في معظم الحالات الموجودة في السودان، ممكن زول يكون اختار لانه دي الوسيلة الوحيدة
بالنسبة له حقة الأكل. عندنا هنا كمية من الشابات البروستيتيوشن، بيسموه البروستيتيوت وبيمارسوا البروستيتيوشن دي او حلقات بتاعت البروستيتيوشن موجوده لاسباب اقتصاديه، رغم انهم هنا في امريكا ممكن تقولي ليه هم بيعملوا كده، لكن كثيرين منهم هربوا من بيوتهم لانه بيوتهم كانت جحيم. واحدين كثيرين عملوا علاقات مع ناس هم كعبين وبيبقوا يتاجروا بيهم، هم اللي هم بيسموها هيومن سكس ترافيكينج او التجاره تحت البشر. في واحدين لانه ما عندهم قرايه، ما عملوا جي اي دي او هاي سكول، ما تخرجوا من مدرسه لظروفهم، قاعدين في بيوت بتاعت فوستر، ما قاعدين مع اهلهم، ما لقوا زول. ممكن يكون في اسباب كثيره، يلا نفس الاسباب اللي انا شايفاها هنا هي موجوده في السودان. دي الدعاره او الزنا، بالزول ساي عايز يمارس كده بس من مزاجه، دي برايا اخوانا. الاعتداء ده اللي هي ممكن يكون تحرش، لصيق في المواصلات، كلام فارغ بتسمعيه بغض النظر عن هدومي، كيف تفتكروا انه انت عشان لابسه كده من حقه منه يحتدوا عليكي، او الاغتصاب حتى لو انت متزوجه. ده احتداء. الغوانين الرادعه للمتحرشين المفروض تحصل، دي الحاجه اللي احنا محتاجينها. عندنا شنو غوانين، شنو ممكن احنا نعمله عشان ما نغير الفهم بتاع الناس الشارع العام ده، انه في فريق بين زول يتحرش بيه، وانه ده يا اخي ده حقك انت، جسمك انت وحقوقك انت. لو زول ما عاجبه طريقه لبسك ما يعاين ليكي، داري يتكلم معاك في نصيحه، يجي ينصحك، رغم انه انا ضد المساله دي، لكن يجي يقول لك بطريقه ظريفه. احترام الراي بتاع الاخر، احترام الراي الاخر. توعيتنا نحن للمجتمع يا اخواننا بجد، لو احنا فهمنا الناس انه في فريق بين، انه انت في خط احمر، حد بينك انا لو سمحت لك انك تتعامل معي باي طريقه او تعمل معي اي شيء، ده اوكي مني انا، ده اتفاق بيني وبينك، لكن ده ما بدي الحق بتاع زول يجي عشان شايفك انت لابسه كده يفتكر انه من حقه انه يعمل اي حاجه. الفهم ده لو احنا قدرنا نحسمه في من رسينا الناس ما حتحصل مشاكل ثاني. كويس. الحاجه الثانيه، لو قدرنا نحن بجد نفهم انه حتى الدعاره دي والناس اللي قاعدين يلجؤوا لها، وما بنات بس في السودان بالمناسبه، اولاد، هسه في كميه بتاعت اولاد الناس دي انتهوا منهم، بقوهم يعني بقوهم خلاص بسمون شنو هم في الصيد الثاني جيز. كويس. الحاجه دي تمت وموجوده ومندس راسنا في السودان، نفهم ليه. انا في تقديري الوضع الاقتصادي ومثبت تاريخيا التدهور الاقتصادي بيؤدي لتدهور اخلاقي. يلا نعمل شنو نحن. الحاجه الثانيه اللي قلناها قبل عشان نعمل لايك بيقولوا شنو حلول، شنو دورنا نحن كمجتمع كاسره. اول حاجه انا لو شفت اختي اخوي زول معي في البيت سلوكه بدا يتغير، انا احاول اقعد دقيقه، ممكن الزمن ما يكون ما عندي زمن انف، لكن احاول اقعد دقيقه اعرف الزول ده بيعمل في شنو، وهل هو بقى يشرب مخدرات، ولو بقى كده ما تقبل من الموضوع، حاول شوف حلول عشان ما تنغز الزول ده. كويس. لو انت شفته كاسرتك او زول قريب لك تمام. الحاجه الثانيه دورنا كاسره، هسه قلنا دورنا كمجتمع، لما انت تشوف انه في مشكله حاصله، لو ما حاصله لك انت ما معناه انها ما مهمه، فلازم تعرف انه يا اخي دوري انا شنو للمجتمع ده عشان ما اغيره وعشان ما اصلح الوضع اللي انا فيه ديه. طيب الانتشار بتاع المخدرات، نحن دورنا شنو؟ هل الجهات الموجوده هناك، نحن هسه قاعدين نفضح في الناس اللي بيدخلوا في المخدرات ديلا اللي بيدمروا بها شبابنا وشاباتنا، هل نحن قادرين نعمل احصائيات في منظمات في جهات قادره تقيف يا اخواننا في وش الناس ديلا، لو بيقوا حكومه او ناس غنيانين، ناس عندهم رغبه بس انهم يستفيدوا، او سياسه بتاعت الهاء للشباب ديلا، هل يا اخواننا نحن عندنا جهات هسه نقدر ندافع بيها، ودورنا شنو نحن كمجتمع عشان ما ننهي القصه تحت المخدرات دي. الحاجات دي مربوطه مع بعض، المخدرات بتلهي الناس عن حاجات اللي حتحصل لهم، بتغيبهم عن الواقع وبتخليهم انهم يلجؤوا لحاجات، لما تضطر وانت تكون مدمن وادكتد وديبندنت معتمد على المخدرات دي، ممكن تمشي تبيع جسمك. ده اللي بتجيبنا للدعاره. عرفت شفتوا كيف انه الحاجه دي هي حلقه شريره، لو ما اتكسرت الموضوع ده حيتواصل بالطريقه دي.
الحاجة الأساسية التربية، قلنا هذه التربية دي بس ما من الأسرة، بس عشان ما نلوم الأسرة، الأسرة ممكن تكون مشغولة، ممكن يكونوا هم ذاتهم ما واعين، ما عارفين شنو اللي عملوه عشان ما يربوا. دورنا نحن كمجتمع شنو؟ طيب وصال قالت طيب يا هاجر، دارين خطوات نقاط نعمل عليها نحن من البيت لنشأة جيل سليم غني النفس، جيل معافى يقدر يعيش سليم وسط مجتمعات وسخة. طيب يا حبيبة، أهم حاجة الكلام اللي قلناه هسه، عشان ما نحن نبقي مجتمع معافى، المجتمع ده هو منه؟ بيتي وبيتك وبيت مي وبيت منو وبيت منو. لو مي ركزت في بيتها، ربت اولادها ديل بتربيه كويسه، التربيه كويسه دي معناها شو؟ تكون قريبه لهم، متابعه اللي بيعملوا، متابعه لاصحاب منو، اللي بيدخل معاهم منو، اللي بيطلع معاهم منو، مشوا وين؟ بياكلوا شنو؟ بيشربوا شنو؟ لو شكله ساهم متغير كده، انا اعرف متغير ليه؟ هل في مخدرات؟ دي كلها حاجات شنو؟ المفروض نتابعها. لو مي عملت ده في بيتها، وصال عملت ده في بيتها، وهناء عملت ده في بيتها، وصفية، دايما احنا الناس المكونين للمجتمع، مش عليا كل الناس اللي هسه قاعدة موجودة دي. لو كل زول ركز في بيته، ربى تربية صح، وبطل يعاين لحاجات الناس التانيين، وانه فلان ده عمل وفلانة دي عملت، ركز انت بيتك ده تبنيه صح، لان المجتمع ده مكون من بيوتنا نحن مع بعض. قادرين تتخيلوا انه لو اي واحد فينا قدر يربي اولاده صح، ومش يربيهم بس، يراقبهم ويتابعهم، لانه التربيه دي ممكن تربيه ويصل مرحله 18 17 سنه، وانت بعد ذاك ما عندك، هنا مثلا في امريكا ما عندنا سلطه قانونيه عليهم، مش في السودان، هناك ممكن تقول خلاص بقى ولد كبير، لا لا 18 و19 شنو ما كبير. حتى الشباب ديل في حاجه اسمها البير بريشر، او الضغط بتاع الاصحاب والضغط بتاع المجتمع، كويس؟ وبالذات هسه في مجتمعنا ده الحاصل في السودان والمشاكل الاقتصاديه دي، تركيز الاسره مع اولادها اهم حاجه. حاجه ثانيه، تركيز المجتمع مع الناس اللي حوله. فيا وصال، رد لكلامك دي، كل اسره تحرص على انه تربي اطفالها تربيه سليمه، وبرضه تعاين حولها لما تشوف في حاجه غلط تمشي للزول الفلاني. ويا ميل، لو جاكي زول قال ليكي، جاتك وصال قالت ليكي يا اخي ولدي ده انا شفته ماشي مع ناس كده، ما تزعلي، وكلنا عندنا الحركه دي، الواحد اولاده ما يغلطون له، كويس؟ لا، لكن هي ولا هي جايه قاصده عشان ما تحطني انا في موقف كعب، وقدرت تقول لي اولاد احسن من اولادي، والفكره دي نو. الزوله دي ممكن يكون غرضها كده، لكن ممكن غرضها برضه يكون كويس، انه عشان انت تلحقي ولاداتك دي. فيبقى تابعي كلام اللي قالته لك ده، لو بيا كده ولا بيا كده، تابعي واصلي. لو وصلت لانه فعلا في مشكله، حليها وخليك قريبه لاولادك ديل. لو بقت ما في مشكله، خلاص يا دار ما دخلك شر كده، بتعرف انه وصال دي بس قاصده تغلغلك ساعه. فده اللي بيخلي انه المجتمع بتاعنا يكون ما وسخ بوضوح. يا وصال قلت المجتمع ده وسخان بيننا احنا، لو والناس كلها نظيفه وبتطلع الشارع، يعني اولادك ديل، نحن اللي بنربي الاولاد. يا اخوان الكلام ده انا بقول فيه من اول يوم، اول فيديو انا عملته بقول انه النساء هم المربيات، نحن اللي بنربي في الاولاد ديل. لما تربي ولدك احترم المراه كيف، ولما تربي ولدك انه يا اخي هو ما اعلى منها واغلى منها، هو ده الولد اللي حيطلع في الشارع، والهسه بقله ابوه في الشارع والبشاغل، ده اللي انت ربيتيه انه هو احسن، وانه اتس اوكي انه ولدك ده من نص السن شاغل، لكن بنتك ما يشغلوها. طيب الشغاله ده منه؟ ما ولد واحده تاني. يبقى شنو؟ نربي الشباب انه نحترموا بعض. حاجه تانيه، نربي اولادنا ديلا انه يا اخي بنت الناس في الشارع ماشيه دي، انت لو لبسها ده ما عاجبك ما تعاين ليها، لكن ده ما بديك الحق لانه انت تحتدي عليها. لما نحن نربي اولادنا كده، وبنفس المستوى نربي بناتنا انه يا اخي ما تخلي زول يوصلك لفهم انه طريقه تعاملك ولا طريقه كلامك ولا طريقه لبسك هي سبب بيديه الحق في انه يعمل لك اي حاجه هو عايزها. دي الحته اللي بتخلي المجتمع الوسخ ده يا وصال يبقى ما وسخان، او المجتمع الما نغي ده يبقى نغي، كويس؟ والجيل ده يبقى سليم بمجهودنا نحن كلنا مع بعض. طيب،
صفية قالت نزلت بوست أمس بيتكلم عن موضوع التحرش، فلما اتكلمت إن المجتمع بيغلط الواقع عليه والفعل، أيوه بيغلط الواقع عليه والفعل وبيبرر للمجرم لأنه مجتمع قائم على المرأة. حقيقي يا صفية، وتكلمنا في الكلام ده الحلقات اللي فاتت دي كلها، يبقى تغييرنا انتوا بس لو والله لو وقعت لكم النقطة بتاعت إنه نحن اللي بنربي في الأولاد ديلا والبنات ديلا، هتعرفوا انه دورنا نحن كأمهات اكبر بكتير جدا جدا من دور الاولاد والرجال اللي قاعدين في الشارع ديل. كويس، الاولاد الهسه ديلا اللي ربيناهم نحن، فيبقى نحن عندنا قوة. يا مي حقيقة الدعارة بالإكراه دي اللي هي تحت الـ human sex trafficking، السكس trafficking، ودي أنا عندي فيها شغل كتير هنا في أمريكا، وعنا كتير جدا جدا. ممكن انزل لكم لينك للحلقه دي اللي استضفنا فيها ناس بوليس والناس اللي بيقبضوا والشغالين في الشغل ده ذاته، واستضفت فيها البيمب او بيسموه شنو الزول اللي بيتاجر بالبنات ده ذاته، كلمته بالعربي ما سامحه خالص خالص، فما حقول لكم بيمب بالامريكي، بيمب اللي هو الزول اللي بيجيب البنات ديلا او الاولاد وبيطلعهم الشارع عشان يتاجر بيهم. كلمته بالعربي شينه جدا جدا ما هقول لكم. فالمهم الدعاره بالاكراه دي موجوده. طيب ايات قالت مفروض اي زول يشوف اي زول بغلط في حد بنت حتى لو هي ساكته ما مفروض نسكت لانه ممكن تكون خايفه. حقيقه يا ستي دي النقطه الجبال انا مركز عليها، دور المجتمع. ويلا دور المجتمع دي يا اخواننا عشان ما نبقى في قانون النظام العام، عشان ما نبقى نحن ناس بوليس اخلاق. دور المجتمع ده انا ابدا ما بقصد به انه انت تكوني ماشيه في الشارع وشايله صوت، لقيت لك بنت لابسه لبس تقومي تضربيها، او تلقي لك ولد بيشاغل تمسكيه وتجلديه. ابدا، دور المجتمع، دورنا نحن كمجتمع بالتوعيه، بالتوعيه والقوانين الرادعه. كويس، عشان ما نبقى زينا وزي بوليس الاخلاق وناس النظام العام الحامين. في الحالة دي بيبقى القانون مبني على رأي أنا في لبسك ورأي أنا في سلوكك اللي أنت عملتيه، وطبعا رأي زول لزول بيختلف. نحن بني آدمين وما ممكن اتنين يتفقوا على نفس الحاجة، يعني هي ممكن تحصل لكن يعني عادة أي زول بيكون عنده رأي حد مختلف عن الثاني في طريقة اللبس، طريقة الأكل، طريقة الكلام وكده. فعشان ما نبقى نحن بنحكم على الآخرين بفهمنا نحن، يكون عندنا جايد. لما تنصح الزول تحترم رأيه الشخصي، ما تتعدى على حقوق الآخر ده، لكن لما تشوف الغلط وتشوف زول بيحقدوا عليه وما تجيب سال ما تسكت. الحاجة الثانية دورنا نحن في إنه يكون في قوانين رابعة. يعني هسه المنظمات الشغالة في السودان لحماية المرأة وحماية الطفل وقوانين الكثيرة اللي هسه تغيرت بخصوص التحرش وبخصوص الاعتداء، الاغتصابات، بخصوص المشاكل الحاصلة دي. يلا نواصل ونشوف لنا شغل كبير عشان ما ننتبه للمسألة أو القضية بتاعت المخدرات الحاصلة هسه موجودة بتدمر لنا في شبابنا ديل. حاجة تانية التوعية، educate yourself، وعي نفسك ووعي الناس اللي حولك، لانهم يتعلموا كيف يحترموا الاخر ويتعلموا كيف انه يعني لا، ما طريقه لبسك او طريقه كلامك هي اللي بتحدد انت شنو. فلما نشوف لنا زول بيغلط له على شابه، يعني ابسط حاجه مثلا المشاغلات، انت ماشيه في الشارع المشاغلات والغلط يعني مثلا في المواصلات زمان، انا بتذكر بنكون راكبين المواصلات الحركه مع تحت الدفار دي بيجوك يتلصقوا فيكي كده، الواحد فيهم بيكون عامل فيها زي كانه العربيه ضربته. كويس، الناس اللي وراك واللي حولك دي ممكن يكونوا شايفين الزول ده بيعمل في شنو، ما بيعملوا حاجه، ساكتين مستنيينك واحد يقول لك يمكن هي متكيفه ولا عاجب الحاصل ده، كيف يعني؟ المهم لو حتى لو الكلام ده حاصل، يبقى دورنا نحن كمجتمع، انا بتكلم لو شفت لي واحد عمل كده مش هتلصق لها في واحده هبشه اللي بيقعد جنبهم بيقرصوا واللي بيعملوا حركات دي، دي الناس اللي ما محترمين الموجودين وموجود الكلام ده. كويس، دورنا نحن شنو؟ انه نحن لازم نوقف ما نسكت وما نعاين ونقول ما هي زوله كبيره هتتصرف برا، ممكن تكون خايفه
الحاجة الثانية ممكن تكون خايفة منها، إنه قبل كده ممكن كم واحدة قالت كفتت لها واحد قال لها أدبه، الناس كلهم جاتوا فيه، قال لها أنت عشان طريقة لبسك يا إخوانا. يلا ده الفهم، الفهم إن إحنا بنغيره بالكلام، بنغيره بالنقة، النقة 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 دي. ف هادي الفيديو قاعد حبيبة ما بيتمسح، الفيديوهات اللي قبله برضه موجوده، اللي هي كلها بتصب. يعني لو لاحظتوا، لو مشيتوا من بدايه الفيديوهات اللي احنا اتكلمنا عنها، من التحرش، من الاحتداء، من العنف الاسري، كلها يا اخواننا دي من جايه من التربيه والفهم بتاع المجتمع، لانه هو احق منك بحقوقك دي، وانه انت كامراه ما عندك اي حقوق. نحن كالناس اللي بنربي الناس ديل على انهم يا اخي ديل وليداتنا، ديل نحن، لان احنا ممكن نربيهم بالطريقه اللي احنا دايرين نبقوا بيها. نحن ما بوليس ولا نظام عام، ولا حنمشي الشارع نكفت الناس، لكن لو شفت لي زول بيعمل في حاجه غلط ما اسكت. نرجع كلام جبيل تاني، لما نشوف الشباب ديل بياخذوا في المخدرات وبيسلكوا في سلوكيات ما كويسه، ما تقول ده ما ولدي وما بنتي، ده ولد زول وبيت زول وما عمل الحاجه دي باختياره. في دعاره مغصوبه، في مخدرات الزول بيدخلك فيها وهي فيري هايلي اديكتيف، اللي هي الديبندنسي او الاعتماد على المخدرات دي عالي جدا جدا، ممكن الواحد يبلع حبه واحده ويبقى بعد ذاك معتمد عليها، ولما نصل مرحله انه يكون معتمد على الحاجه دي ممكن يعمل اي حاجه. فيبقى يا اخواننا بنورك يا فدا، فبيبقى يا اخواننا نحن كمجتمع يكون عندنا دور في انه كيف نثبت الحاجات الكويسه ونشوف الحاجات الكعبه شنو ونغيرها. آيات قالت كل الناس همها لما بنت يشغلوها انه هي ما لابسه ولابسه، لما يشغلوها انه هي لا ما لابسه ولابسه ويخلوا البشاغل حقيقه، ودي اللي بتحصل حتى في المواصلات. ولاحظتوا ليها الاسبوع، مش الاسبوع، قبل شهر او شهرين اخر فيديو انا عملته، كميه من او في شابات، كم شابه شابتين جو داخلين بيتكلموا عن انه ارفعي بلوزتك دي وغطي راسك في الاول. يعني حتى هنا الجروب بتاعنا ده من المفترض يكون جروب نسائي بس، حتى لو دخلوا فيه ولادات نحن قاعدين نتعامل مع بعض وبنتكلم بأريحية كشابات مع بعض، بيجوا برضو بوليس الأخلاق ديلا بيجوا هنا بيحددوا لنا إنه مفروض نلبس شنو ونتكلم كيف. فيا ستي الحاجة دي موجودة في المجتمع، لكن موجودة ليه؟ موجودة لأنه نحن بنسكت عنها وما قاعدين نتكلم عنها كثير، ولأنه زول اللي بيحتدوا عليها بتسكت خوف من انه تسمع الكلام اللي قلتيه ده يا ايات، انه هي ما لابسه كويس وانه هي جابته لروحها. وزي ما كثيرات هسه بكون الفهم ده في راسهم، يعني زول المره اللي فاتت قالت خلي اختصبوها عشان هي لابسه كده. فيا اخواننا ده فهم عقيم جدا جدا، عشان كده انا حسيت انه الحته دي مهمه جدا انه نتكلم عنها ثاني، وتبقى هي الرجعه بتاعتنا حقت الفيديوهات دي. طيب يا صفيه قالت المشكله وصال ما تنقطع يا اخ، انه نحن زادنا محتاجين نسمع منكم ذوي الاختصاص. تسلمي يا حبيبه، وانا تاني للمره الثانيه احتذر لكم على الانقطاع ده. الاسبوع الجاي ما حنكون في فيديو، لكن اللي بعده عندنا الاعياد بتاعت الكريسماس والنيو يير، وانا عندي الشركه بتاعتي فيها كميه من الموظفين، فنهايه السنه بنرسل لهم قروض وبنعمل تكفيل للسنة. فبعد 2019 أول مندي في جانوري حنرجع تاني نواصل وما حنقطع تاني، أوعدكم. صفية قالت المشكلة المرأة هي ذاتها بتبرر للمجرم ده لما عينه بقت قوية. حقيقة يا صفية، ولأنه نحن اللي بنربيهم ونوجد لهم مبررات ونحسسهم بانه هم ما غلطوا ونحن الغلطانين. ناهد قالت المسانده مهمه، يا ريت في المواقف دي البنات يقفوا مع بعض. ودي اول كلمه انا قلتها في بدايه الفيديو يا ناهد والناس الحاضرين كلهم. يا اخي عليكم الله، 2018 دي خلاص فضلينا اقل من اسبوعين السنه دي تنتهي، ف 2019 خلونا نبدا بدايه جديده، خلونا نرفع بعض، خلونا نساند بعض. جهاد ليكي وحشه يا ستي، ليكم كلكم وحشه والله. تسلم يا حبيبه، واتمنى انه تاني ما يحصل ظرف يوقفنا ونواصل. لكن 2019 دي اتمنى كلكم
الحاضرين هنا والحاجة يسمعوا بعد ما اللايف ده ينتهي، أتمنى إننا كلنا نجيها بهدف واحد. لما تجي 2001 أول فيديو هندخل فيه نحاول نتكلم عن شنو أهدافنا للسنة الجديدة وكيف نحققها، لو بقت بيزنس، لو بقت أي أهداف شخصية خاصة بيرسونال ولا أهداف عامة هنحققها كيف. لكن أهم حاجة عايزة أقول لكم قبل ما ننهي الحلقة دي، إنه 2019 دي احتبروها بداية جديدة، و you can always start tomorrow. يعني أي زول ما نجح الليلة والسنة دي دايما دايما بكرة ده موجود، طالما أنت حية عندك قدرة ولسه بصحتك وبتقدري تتحركي فحياتك ما انتهت. والسنه دي كون انه ما انجز، ممكن كثيرين يكونوا انجزوا وناس ما انجزوا الحاجات اللي هم خدتوها تشيلوها معاكم للسنه الجايه. السنه الجايه 2019 دي اتمنى اننا كلنا نساند بعض كنساء شابات هنا ده في ماجستي، نبدا باللمه دي ونبداها كحملة عشان ما نطور بيها المجتمع بتاعنا لو نحن في السودان ولا برا السودان. يا أخي ما نبقى نحاول السنة الجاية ننتهي من المرأة عدوة المرأة، نحاول نبقى نحن النساء نصيرات بعض، حاولوا أسندوا بعض. لما تشوفوا زولة بتعمل في حاجة كويسة أدعموها، ده ما بيقلل يا إخواننا، لو في واحدة نجحت ده ما بيعني إنه شالت مكانتك ولا انه انت معناه ما حتنجحي، لا بالعكس، اخذوه النموذج، شجعوهم، شوفوا الحاجه الكويسه اللي هم عملوها شنو اللي انتم ممكن تعملوا زيها واسمعوا خبرتهم. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو شفتوا زول بيعمل في حاجه كعبه انصحوه بطريقه كويسه، احترموا الراي الاخر واحترموا بعض، حبوا بعض اول حاجه وحبوا روحكم دي. و2019 دي خلوها تكون بدايه سنه جميله لكل النساء. يا شابات أنا بتمنى حقيقي إنه كلنا نقعد ونساند بعض ونبدأ بداية جديدة، نبدأ التغيير من بيتنا عشان ما نخلق لنا مجتمع سوي وصحي، ونبدأ بداية صح 2019. فأتمنى لكم كلكم سنة جميلة وسنة تحققوا فيها ما حقول كل اللي بتتمنوه، لأنه كده بنبقى زي اللي خدت لنا في أحلام ممكن ما كلها تتحقق. خدت لكم أهداف ممكنة، أبدو بأهداف بسيطة عشان ما تحبطوا. أتمنى إنه أي واحدة تخدت لها لستة ونجي نتناقش فيها الأسبوع بعد أسبوعين تقريبا اللي هي بداية سنة 2001، نخدت لنا أهداف ويكون دي بداية بتاعت مساعدة نساعد بعض. أي واحدة عندها هدف عايزة تعمله نجي نتكلم فيه ونشوف نحن ممكن نساعدها كيف عشان ما تصل لهدفها ده. لو عندكم بيزنس، لو في واحدة عندها حلم متأخر ما تأخروه، الحياة دي قصيرة جدا جدا جدا. فأي واحدة عندها حاجة بتتمنى إنها تعملها حاولوا أكتبوها ونجي نتناقش فيها المرة الجاية ونشوف شنو ممكن نحن نساعد به وبعض. نتمنى 2019 تكون سنة ننتهي منها في المرأة عدوة المرأة، وتكون هي السنة البداية بتاعت المرأة نصيرة المرأة، وماجست هنا جروبنا الجميل ده يكون هو بداية لخطوة أو حملة زي دي نساعد فيها بعض. بشكركم كثير على زمنكم اللي اديتوني ليه الغالي اللي بقدره وبحترمه ده، وبشكركم على الكومنتس، وأتمنى إنه تكون بيقولوا شنو رجعة كويسة عشان ما نشيل منها ونمشي لقدام. وأنا مستعدة لكل المقترحات اللي بتقترحوها، دي قضايا ممكن نناقشها مع بعض في بداية السنة. تحياتي لكم كلكم وبشكركم على الزمن ده، وكل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم بداية 2019.